اسم التجربة: كيف تتحول الطاقة؟ الهدف من التجربة: معرفة كيف تتحول الطاقة. عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة: عدم تذوق المواد الكيميائية أو استنشاقها. أدوات التجربة: مخبار مدرج سعته 100 مللتر، ماء، كأس زجاجية سعتها 250 مللترا، ساق تحريك زجاجية، مقياس حرارة، ميزان حساس، كلوريد الكالسيوم اللامائي، كبريتات المغنيسيوم المائية، ملعقة. خطوات إجراء التجربة: نستعمل المخبار المدرج لقياس 100 مللتر من الماء، ثم نضعها في كأس زجاجية سعتها 250 مللترا، ثم نستعمل مقياس الحرارة لنسجل درجة حرارة الماء. نزن 40 غراما من مادة كلوريد الكالسيوم اللامائي. ثم نستعمل ساق التحريك الزجاجية لإذابة كلوريد الكالسيوم في الماء، ثم نسجل درجة حرارة المحلول كل 15 ثانية مدة 3 دقائق، فنلاحظ زيادة في درجة حرارة المحلول. نكرر الخطوتين الثانية والثالثة باستعمال 40 غراما من ملح إبسوم، كبريتات المغنيسيوم المائية، بدلا من كلوريد الكالسيوم اللامائي. فنلاحظ نقصانا في درجة حرارة المحلول. نسجل النتائج في جدول كالآتي: ثم نمثل البيانات برسم بياني. النتائج: يحدث تحول الطاقة عند إضافة محلول كلوريد الكالسيوم اللامائي نتيجة تحرير الطاقة الحرارية، وعند إضافة كبريتات المغنيسيوم المائية يحدث امتصاص للطاقة الحرارية، وهذا يمثل تحول الطاقة المختزنة في المواد الغذائية إلى طاقة كيميائية عندما تأكل، وتتحول إلى طاقة ميكانيكية عندما تركض أو تركل الكرة.